الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الدرس 34 من مادة التربية الإسلامية للصف الثاني الثانوي بفرعي العلم والأدبي بعنوان صور من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذا القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم جعلها سبحانه وتعالى معجزة خالدة صالحة على مر الزمان وعلى اختلاف المكان. ففي كل عصر هذا القرآن ينبغي أن يكون صالحا له، يؤدي غرضه ويؤدي هذا القرآن هدفه في العالمين، وهو الهداية والإرشاد لكل البشرية في هذه الأرض. وإذا كان القرآن ينبغي أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا علامات ودلائل حتى يقتنع البشر على اختلاف ظروفهم واختلاف أحوالهم وتنقل أزمنتهم بأن هذا القرآن هو الحق. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم، وهذا يفيد المضارعة مع الاستمرار، مع الاستمرارية، أي على مر الزمان إلى قيام الساعة سيبقى الله سبحانه وتعالى يري آياته في هذا الكون المنظور، وتتوافق هذه الآيات مع الكتاب المصدور وهو القرآن الكريم ليتبين للناس ويقتنعوا قناعة تامة أن هذا القرآن هو الحق. لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم وجعله معجزا في آياته. ليش؟ لماذا جعله معجزا في آياته؟ وذلك لأنه كتاب هداية وتوجيه وإرشاد. لأنه لو لم يكن معجزا لجاءت الأزمنة المتلاحقة جيلا بعد جيل، والتطور جيلا بعد جيل، لقالوا هذا الكتاب كان يصلح لزمان ولم يصلح لزماننا. لكن الله سبحانه وتعالى جعله معجزا حتى يقتنعوا أن هذا الكتاب من عند الله وأنه يصلح لأن يكون هاديا وموجها ومرشدا في كل زمان ومكان. يدل على أن هذه صفة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي باستمرار وليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنما باستمرار إلى قيام الساعة. صور أو وجوه أو إعجاز القرآن الكريم متعددة، أذكر أربعة منها أو أنواع الإعجاز أو وجوه أو صور. النوع الأول إعجاز البياني. الإعجاز البياني متعلق بإيه؟ بالألفاظ والنظم، يعني فصاحة، بلاغة، كذا. اثنين، الإعجاز التشريعي. بماذا يتعلق؟ بالتشريعات والأحكام، الأحكام الشرعية، مثلا تحريم لحم الخنزير، مثلا لماذا أبيح هذا، لماذا حرم الله، لماذا فرض الله، هذه الإعجاز التشريعي. ثلاثة، الإعجاز الغيبي. الإعجاز الغيبي يتكلم عن أمور غيبية في القرآن. القرآن يتكلم عن أمور غيبية تحققت وتجلت للناس كما أخبر القرآن بالضبط. النوع الرابع، الإعجاز العلمي، وهو الذي سنتحدث عنه في هذا الدرس. الإعجاز العلمي يتكلم عن حقائق علمية لا تزال البحوث والاكتشافات العلمية تؤكد صدقها. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قضايا علمية في القرآن الكريم، هذه القضية حقيقة لا يمكن أن تتغير، وأنتم تعلمون أن القضايا العلمية هي قضايا تجريبية خاضعة للقبول وخاضعة للرفض. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الحقائق التي لا يمكن أن تثبت حقيقتها إلا بالتجربة، ذكرها على أنها حقيقة وأنها من إعجاز القرآن الكريم. لذلك لا تزال البحوث والاكتشافات العلمية على مر الزمان تؤكد صدق هذه الدلائل والإشارات العلمية الموجودة في القرآن الكريم. سؤال آخر، يعد الإعجاز العلمي جزءا من الإعجاز الغيبي. إعجاز علمي جزء من الإعجاز الغيبي. الغيب، احنا قلنا الغيب ايه؟ بتكلم عن أمور اتحققت وتجلت كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. الإعجاز العلمي هو جزء من الإعجاز الغيبي. علل ذلك، منقول لأن الإعجاز العلمي متعلق بذكر القرآن الكريم حقائق علمية لا تزال البحوث والاكتشافات العلمية تؤكد صدقها، لأنه خاضع للتجربة. ممكن التجربة تيجي تقول لك هذا مش حقيقة، هذا نظرية علمية، لذلك يردوها، لكن اللي بالقرآن الكريم كله حقائق علمية. طيب خلينا نشوف إيش تعريف الإعجاز العلمي. إحنا قلنا بدنا نتناولها على طريقة أفكار. أول شيء، الإعجاز العلمي منقول
أنه إخبار القرآن بحقائق علمية أثبتها العلم التجريبي. هذا الصنف الأول. ها؟ يتكلم عن حقائق علمية العلم التجريبي في العصر الحديث أثبتها. الفكرة الثانية في التعريف، لم يكن إدراك مثل هذه الحقيقة العلمية ممكنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعجز الوسائل عن ذلك. لم يكن إدراكها ممكنا بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اكتشفت بعد أزمنة كثيرة تبعا لتطور وسائل البحث العلمي. البحث العلمي تطور اكتشف هذه الحقيقة. الحقيقة من ذكرها؟ ذكرها الله عز وجل قبل مئات أو ألف أو 1300 أو 1400 أو 1450 سنة، حسب الزمن التي اكتشفت فيه هذه الحقيقة العلمية المذكورة في القرآن الكريم. طيب، هذا التعريف على ماذا يدل؟ يعني جاب لك التعريف، أنا بقول لك على إيش بدل تعريف السبق الإعجاز العلمي في القرآن. أو مثلا سؤال آخر بصيغة أخرى بكون كله نفس الجواب. قال الله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أنزله يعني القرآن. وضح دلالة الآية الكريمة على الإعجاز العلمي، أو بعبارة أخرى وضح العبارة الآتية: الآيات القرآنية التي تضمنت إشارات علمية دليل على أن القرآن وحي من عند الله سبحانه وتعالى. يعني هاي ثلاث أسئلة تقريبا إلها نفس الجواب بصيغ مختلفة. الجواب كالتالي: يدل على أن الذي أبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحقائق العلمية التي لم يكن ممكن إدراكها في زمنه صلى الله عليه وسلم لعجز الوسائل عن ذلك، إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء علما. فدل هذا دلالة قاطعة على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. حقائق علمية بحكيها النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصحراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالصحراء. غاية ما يعني غاية ما يملك الناس في ذلك الزمان الجمل. على إيش يملكه الجمل؟ لا عندهم أدوات في غوص البحار، ولا عندهم أدوات لحفر الأرض وتعلم باطن الأرض، ولا عندهم أدوات ليصعدوا في السماء، ولا عندهم أدوات ليفحصوا الريح، ولا عندهم شيء. ليس هنالك وسائل ممكنة توصلهم إلى مثل هذه الحقائق. فدل هذا دلالة على أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، وأن هذا القرآن هو وحي من عند الله عز وجل. سؤال آخر: ما الشرط الذي اشترطه العلماء لربط الآيات القرآنية بالاكتشافات العلمية؟ قضية الاكتشافات العلمية أو الإعجاز العلمي مش قضية فوضوية، إن كل ما شفت والله قضية علمية في أو حقيقة علمية موجودة أقول والله القرآن حكى عنها، أو كل ما أشاع الناس أنه هيك العلم بيحكي أروح أجيب آية من القرآن وأربطها فيها. القضية ربط الآيات القرآنية بالعلوم التجريبية الموجودة في هذا الزمن ليس بالأمر الفوضوي. هذا يحتاج إلى مؤسسات، ويحتاج إلى علماء، ويحتاج إلى تجارب، ويحتاج 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 حتى نستطيع أن نقول بأن هذا بالفعل ثبت في القرآن الكريم. لذلك إيش اشترط العلماء لربط الآيات القرآنية بالاكتشافات العلمية؟ أو صيغة أخرى: حذر العلماء من ربط الآيات القرآنية بأي اكتشاف علمي. وضح ذلك. واحد اكتشف علمي يقول والله موجود بالقرآن بكيفي، هذا يحتاج إلى مؤسسات. أو مما حذر العلماء بالنسبة لموضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، منقول إن العلماء حذروا من ربط الآيات القرآنية بأي اكتشاف علمي ما لم يكن حقيقة علمية ثابتة لا تقبل التغيير، وأن لا يبنى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم على نظريات تقبل التبديل والتغيير. إذا بقول اليوم الله هذا موجود في القرآن الكريم، كمان بيجينا بعد زمن زمنين بعد 10-20 سنة وإنه العلم بقول لك لا لا لا، هذا الكلام اللي اكتشفوه قبل 20 سنة هذا كلام مش صحيح. إذا وين صفت الآيات القرآنية؟ صفت الآيات القرآنية ونقول والله هذا القرآن اللي بتقوله عنه إعجاز علمي، إعجاز علمي من عند الله، هذا معناته مش صحيح. لذلك لابد حتى أنه نبني الإشارات العلمية أو نستدل على الإشارات العلمية من القرآن الكريم ما ذكر في القرآن الكريم منها، إنما نحتاج إلى أن تكون هنالك حقيقة علمية ثابتة لا تتغير. وليست كل الحقائق العلمية موجودة في القرآن. الله عز وجل أعطى إشارات فقط، إشارات علمية حتى يقول لك في هذا الزمن اللي إحنا فيه إنه هذا الكلام اللي بحكي لكم إياه في القرآن مستحيل محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان إنه كان قادر يتعلمه لوحده. سؤال آخر: كيف تعامل أو فسر العلماء الآيات القرآنية المحتوية على دلالات علمية؟ فسروها نفس جواب السؤال السابق، فسروها على أساس
الحقائق العلمية الثابتة التي لا تتغير لا على أساس النظريات العلمية القابلة للتغيير والتبديل حسب الاكتشافات العلمية وعلى مر الزمان والمكان. طيب إيش الفرق ما بين الحقائق العلمية والنظريات العلمية؟ أو ممكن نقول سؤال، يقوم الإعجاز العلمي على أساس الحقائق العلمية وليس النظريات العلمية، علل ذلك. نقول لأن النظريات العلمية قابلة للتغيير والتبديل على مدار الزمان، لذلك ما ببني عليها القرآن، ما ببني على هذه القرآن، بجيب آية وبقول والله هذا إعجاز علمي. هذا القضية ليست فوضى، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يحتاج إلى كما قلت لكم إلى علماء، إلى مجامع، إلى مؤسسات حتى نقول هذا إعجاز علمي في القرآن الكريم. إذا نقول لأن النظريات العلمية قابلة للتغيير والتبديل على مدار الزمان بينما الحقائق العلمية ثابتة لا تتغير. طيب سؤال، لا تصادم بين آيات القرآن الكريم وبين الحقائق العلمية المكتشفة؟ ما في، هل يوجد تصادم بين حقائق العلم، الحقائق وليست النظريات، دعك من النظريات، الحقائق، هل هنالك تصادم ما بين الحقائق العلمية وما بين القرآن الكريم؟ لا تصادم. ليش؟ لأن القرآن ثابت من عند الله لا يتغير، والحقائق العلمية لا تتغير وقد خلقها الله عز وجل، فلا تصادم بينهما. سؤال آخر، يتزايد اهتمام العلماء بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أذكر مظهرين لذلك أو أذكر مثلا عملين لذلك. نقول أولا مؤسسات كثيرة تهتم بالإعجاز العلمي، في مؤسسة كما قلت لكم تحتاج مؤسسات تحتاج تهتم بالإعجاز العلمي مثل الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، وكمان اثنين مؤلفات ألفت في مجال الإعجاز العلمي مثل موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لمجموعة من العلماء والباحثين. أنصح يعني أنا بسماع الدكتور زغلول النجار، الدكتور عبد المجيد الزنداني، حقيقة هذا دكتور عملاق في قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. طيب بدنا نشوف الآن صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم كثيرة يعني، أو أنواعها أو مواضعها، مثلا مواضعها في القرآن الكريم كثيرة وشواهدها كثيرة، نذكر أربعة منها. أولا الإعجاز القرآني في وصف ظلمات البحار العميقة وأمواجها الداخلية. اثنين الإعجاز القرآني في إشارته إلى ظلمة الفضاء. ثلاث الإعجاز القرآني في ذكر أخفض منطقة على سطح الأرض. أربعة الإعجاز القرآني في وصف الجبال. خلينا نجعلهم واحدة واحدة. الأولى الإعجاز القرآني في وصف ظلمات البحار العميقة وأمواجها الداخلية. شوفوا القرآن الكريم مش سورة فاتحة بس، القرآن الكريم مش إنه جاي يقول أقواقي مستطوات الزكاة وجاهدوا وكذا وبيعوا واشتروا، لا، القرآن الكريم جاء بحقائق علمية. يعني الله سبحانه وتعالى قال عن أعمال الكفار، قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو هذه الآية اللي عندنا موجودة اللي هي في الكتاب، أو يعني هذا أعمال كافرين، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شوفوا كيف الله شبه أعمال الظالمين الكافرين، بما شبه؟ الله شبهها بالظلمات اللي تكون في قاع البحر، والتي يعلوها موج من فوقه موج آخر ومن فوق ذلك سحب السماء، يعني كلها ظلمات بعضها فوق بعض، هيك شبه. طيب خلينا نشوف إيش الإعجاز العلمي في الآية القرآنية. الإعجاز العلمي في الآية القرآنية الكريمة إنه بين يعني لو جاء سؤال وضح الإعجاز العلمي في الآية الكريمة، نقول بين العلم الحديث الحقائق الآتية بعد طبعا ابتكار الأجهزة اللي بتسبر أعماق البحار. أولا وجود موج في داخل البحر العميق، جو البحر في موج. اثنين وجود موج ثاني يكون على سطح البحر وهو الموج الظاهر للعين. ثلاث وجود مناطق في أعماق البحر تتلاشى فيها أشعة الشمس فتكون الظلمة، ومناطق ظاهرة تتخللها أشعة الشمس. يعني حقيقة هذا حقيقة علمية ذكرها القرآن الكريم اكتشفها ولم تكتشف إلا في هذا الزمن، اللي اكتشفوا فيه الأجهزة الممكن توصلهم لأعماق البحار حتى يشوفوا إيش في أعماق البحار. هذا القرآن، هذه الآية لوحدها كافية أن تقول للعالمين على مدار الزمان والمكان أن هذا الكتاب من عند الله. تعرفوا لو كان هذا من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ما بتكلف يحكي هذا، ليش يحكيه؟ كم بقول والذين كفروا أعمالهم مثل الظلمات، أعمالهم مثل السواد. أما ظلمات يبدأ يوصف كظلمات في بحر اللجي، وش يعني يضطر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الكلام من تأليفه أنه ينزل في أعماق البحر يتكلم هذا الكلام، لماذا؟
الله سبحانه وتعالى الذي ذكره وهو يعلم سبحانه أنه سيأتي زمان من الأزمنة يكتشفون مثل هذه الحقيقة. الله شبه بإشي موجود وإشي حقيقي، حقيقة علمية اكتشفها العلم في هذا الزمان. طيب خلينا نشوف الإعجاز العلمي في إشارته إلى ظلمة الفضاء، هذا نوع ثاني وصورة ثانية. شوف الآية القرآنية شو بتقول. يقول الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، باب للسماء ظلهم يطلعوا فوق، فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، وهذا الشاهد إنه بعرجوا في السماء فظلوا فيه يعرجون اللي هم قريش، لو إن الله بفتح لهم باب للسماء مشان يتأكدوا إنه النبي صادق ولا مش صادق بظلهم يطلعوا فوق، ولما يطلعوا فوق ويشوفوا الحقيقة بيقول لا إحنا مش شايفين إشي، بسكروا سكرت أبصارنا مش قادرين نشوف إشي، أو إنهم يقولوا إحنا جماعة انسحرنا وهذا الكلام كله عبارة عن سحر. طيب خلينا نشوف الآن بما تصور الآيات الكريمة حال الكافرين وشدة عنادهم. الجواب أنه لو فتح الله لهم بابا من السماء وصعدوا فيه بأجسادهم كي يطلعوا على بديع صنع الله في ملكوته لشكوا في تلك الرؤية واتهموا أنفسهم بالعجز التام عن الرؤية تارة وبالوقوع بالسحر تارة أخرى. بشكوا بقول إحنا عميان، سكرت أبصارنا عميان، بطلنا نشوف، بشكوا بنظرهم، بشكوا بالرؤية اللي شافوها وإحنا في حلم. طيب هذا بما شبه القرآن. طيب وين الإعجاز العلمي في الآية؟ الإعجاز العلمي في الآية شوف الجواب. بيّن العلم الحديث الحقائق الآتية. واحد، أن الكون يغشاه الظلام الدامس في غالبية أجزائه. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، بطلنا نشوف. الظلام بغشاه الدامس في الكون، بغشاه الظلام الدامس في غالبية أجزائه. اثنين، حزام النهار في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس لا يتعدى سمك 200 كيلو متر فوق سطح البحر، والباقي كله إيش بعد 200 متر، بعد 200 كيلو متر الباقي كله ظلمات. يعني لو طلعوا بعد 200 كيلو متر خلاص انتهى، بطل شوفوا، سكرت أبصارنا. ثلاث، إذا عرج الإنسان إلى السماء في وضح النهار فإنه يفاجأ بظلمة الكون الشاملة تطيح وتحيط به من كل جانب حتى إنه يرى الشمس هذه التي تضيء الكرة الأرضية بأكملها يراها قرصا أصفرا في صفحة سوداء شديدة السود، قرص أصفر ما له قيمة بس هيك لمعة كما نرى نحن لمع النجوم، لا يقطع سوادها إلا بعض البقع الباهتة في مواقع النجوم. بقع هيك باهتة زرقاء لونها أزرق أو بميل للزرق في 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 مواقع النجوم. هذا إذن الإعجاز العلمي، لأن الكون في أغلبه يحيطه ظلام دامس. طيب خلينا نشوف الآن صورة ثالثة، الإعجاز القرآني في ذكر أخفض منطقة على سطح الأرض، أخفض بقعة على سطح الأرض. الآيات القرآنية تقول، يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بما تخبرون الآيات الكريمة؟ أول شيء إيش موضوع الآيات؟ أخبرتنا الآيات الكريمة عن المعركة التي وقعت بين فارس والروم في بلاد الشام بين بصر الشام وأذرعات قرب البحر الميت، وانتصر فيها الفرس على الروم وتوقع الناس أنه انتهت دولة الروم خلاص ما عاد أن يكون لهم مملكة بعد اليوم. اثنين، في الآية إعجاز غيبي، في الآية إعجاز غيبي حيث أخبرتنا الآيات الكريمة أن بعد هذه المعركة ستقع معركة أخرى حاسمة بين الفرس والروم خلال بس بضع سنوات قليلة وسينتصر فيها الروم، وقد وقعت كما ذكر القرآن الكريم، وقد وقعت هذه الحادثة كما ذكر القرآن الكريم، صارت معركة ثانية وانتصرت فيها الروم على فارس. طيب وين الإعجاز العلمي في هذه الآية؟ وضح الإعجاز العلمي في الآية الكريمة، يجي سؤال وزاري مثل ما انتم شايفين عندكم، أو وضح الحقيقة الجغرافية التي أشارت إليها الآيات الكريمة. نقول أشارت الآيات لحقيقة جغرافية لم تكن معروفة عند أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أكد بعض العلماء أن كلمة أدنى تأتي بمعنى أخفض، أدنى الأرض أي أخفض الأرض،
ويأتي العلم التجريبي ليؤكد هذه الحقيقة بأن منطقة أغوار البحر الميت، أغوار الأردن وما حولها، تنخفض عن مستوى سطح البحر بأكثر من 350 متر، وأنها أخفض نقطة سجلتها الأقمار الصناعية على اليابسة. يعني حقيقة إعجاز واضح، إعجاز واضح، واضح أن هذا القرآن من عند الله. محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني في الصحراء ولا يملكون من الوسائل العلمية شيئا، ولا من الوسائل الجغرافية، ولا أقمار ولا شيء، وكيف بدهم يقيسوا الأرض أصلا من أساسه؟ كيف بدهم يقيسوا الأرض؟ كيف بده يعرف أنه هذه أخفض نقطة في الأرض؟ وإيش اللي كمان لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي اضطره لأن يتكلم هذا؟ كان بتكلم ألف لام من غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بدون ما يقول في أدنى الأرض. لماذا قال في أدنى الأرض؟ الله الذي قال، وليس محمد صلى الله عليه وسلم. الله يعلم أن هذه أخفض نقطة في الأرض، والله يعلم أنه سيأتي زمان من الأزمنة يقفون عند هذا المصطلح القرآني وهو زماننا، وينظرون ويبحثون حتى يتحققوا أن هذه الكلمة هي في محلها الصحيح وأنها صادقة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا القرآن، هذا يثبت أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. صنف رابع أو نوع رابع لإعجاز القرآني في وصف الجبال. قال تعالى في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا. طيب وضح الإعجاز العلمي في الآيات الكريمة، أو وضح العلاقة من بين تشبيه الجبال بالأوتاد كما وصفتها الآيات الكريمة وبين ما اكتشفه العلماء من حقائق علمية. النبي الله عز وجل قال والجبال أوتادا، والله القرآن لو من عند محمد صلى الله عليه وسلم والله ما حكى هالكلمة، ما يحكيها. إيش اللي عرفه إنه هذا وتد؟ والوتد إحنا بنعرف إنه الوتد بكون أكثر، يعني الوتد الخيم الآن اللي هو سواء كان من حديد أو من خشب أي أكثر بكون من فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ تحت الأرض أكثر، يتضاعف عليه مرات ومرات حتى يثبت الخيمة وحتى يثبت ما غرس لأجله. طيب شوفوا الآن، خلينا نشوف. أول شيء وصفت الآيات الكريمة الجبال بأنها تشبه الوتد شكلا ووظيفة، الشكل وتد، بالشكل وظيفة التثبيت، الوتد بثبت الخيمة أو بثبت الغرض الذي ثبت وغرس لأجله، هو تثبيت. اثنين، عندما أجريت فحوصات على تركيب الأرض الداخلي بين العلم الحديث الحقائق الآتية. العلم الحديث وليس العلم، يعني علم حديث يتكلم عن القرآن الكريم. أولا، أن للجبال جذورا مغروسة في الأعماق يمكن أن تصل إلى ما يعادل 15 مرة من ارتفاعها فوق سطح الأرض. إذا وتد، هذه صورة الوتد، أن تكون أطوالها تحت سطح الأرض أكثر من فوق الأرض. طيب اثنين ثلاث أو جيم أو باء عفوا، أن للجبال دورا كبيرا في إيقاف الحركة الأفقية الفجائية لصفائح طبقة الأرض الصخرية، اكتشافات علمية، وتد. إذا بثبت الأرض، بثبت الأرض إنها تتحرك. ثلاث، وبذا تبين أن الجبال تشبه الأوتاد، فكما أن للوتد جزءا ظاهرا فوق سطح الأرض وجزءا منغرسا في باطن قشرة الأرض ووظيفته تثبيت ما يتعلق به، فكذلك الجبال أليست هذه الحقائق كافية لأن تشهد بأن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه جل في علاه؟ ورجع إلى حقائق علمية كثيرة في القرآن الكريم، كثيرة جدا في القرآن الكريم، إشارات علمية موجودة. ارجعوا إلى أطوار خلق الإنسان وشوفوا كيف محمد صلى الله عليه وسلم بيشتغل على أطوار خلق الإنسان. أي اكتشاف يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره في زمنه أن يكتشف مثل هذه الاكتشافات التي لم تعرف إلا في هذا الزمن الذي نعيش فيه، زمن التطور العلمي. طيب سؤال، القرآن الكريم مليون بالحقائق العلمية، اذكر أثرين لذلك. إيش يعني أثار هذه الحقائق العلمية؟ أولاً، أنها تستنهض عقول العلماء المسلمين للاهتمام بتدبر آيات القرآن الكريم ومحاولة اكتشاف المضامين العلمية فيها ونشرها بين الناس. طيب بنشرها بين الناس وبعدين المضامين العلمية لما نشرها بين الناس إيش بصير؟ بقول للناس هذا القرآن قبل 1450 سنة نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفيه حقائق علمية ما اكتشفت إلا في هذا الزمن، لذلك إذا انتشرت بين الناس آمنوا، ومن لم يؤمن فإنما يكون اعتباطا. اثنين، استثمار هذه الاكتشافات العلمية في
إقناع الناس برسالة الإسلام السمحة، اثنين الدفاع عنه في ظل الهجمات التي يتعرض لها لتشويه صورته وإنكار ربانيته. ترى الملحدين اللي بيشككوا في الإسلام ترى مش إشي قوي. الملحد أضعف ما يكون، وأنا بحسن عليه، لأنه حقيقة يبني أفكاره على خرافات، يبني أفكاره على ما يتصادم مع العقل. فلذلك هون احنا بندافع في ظل الهجمات اللي بتعرض لها الاسلام حتى تشوه صوره الاسلام، بقول لا يا عم، هذا الاسلام دين حقيقي نازل من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل عليه. خلينا نشوف بعض اسئله الوزاره السابقه في اضع دائره اجا. اي العبارات الاتيه صحيحه فيما يتعلق باعجاز القران الكريم؟ طبعا قدامكم الجواب، كل اعجاز علمي يعد اعجازا غيبيا. الاعجاز المتعلق بالفاظ القران الكريم ونظمه يسمى اعجاز ايه؟ بياني، نظم القران. الإعجاز العلمي في قول الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها رجل لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يتعلق بعمل أبصار اتساع السماء، ظلمة الفضاء، جمال السماء، لا ظلمة الفضاء. الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم توصف بأنها لا تتغير، لا تتغير، هذا الوصف يعني كما ترون الخيارات أمامكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا، والحمد لله رب العالمين.